الإضافة المنتظرة والمرجوة تقدم مستويات مميزة مع أنديتها في بغينيا الاستوائية يبحث عن ردة فعل. هذا ما قال المنتخب الوطني، أكيد أنه راح يكون عيسى ماندي في المباراة، وحتى اللاعبان محرز وبالرحمة أعتبرهما كذلك لاعبين وسط ميدان هجومي. الركنية الأولى في المباراة مرفوعة توقاي مع زروقي، زروقي ضاعت له من جبري حنبال. هذا مانشستر يونايتد طبعا ليس الكرة من كشريدة وجدي باتجاه الأمام، هذا من جبري حنبال من الكرة هذه والثنائية عاد رياض والكرة الثابتة تصطدم بالجدار داري من الخطأ. جيتون تدخل الكرة لشايبي، شايبي مع توبا على الجهة مونديالي. آخر مشاركة للمنتخب التونسي، فوز بالنسبة لمنتخب إفريقي وعربي كان في 78 في مونديال الأرجنتين. هذا بين قوسين للتاريخ، لأن التاريخ طويل وعريض يعاني مازال ساقط على أرضية الميدان حنبال المجبري. بدأت فيها النبيئة المعهودة في مباراة بدأت فيها الإطارة في مباراة مثل ما شاهدناها في ينتظرون هذه الودية أكثر من انتظارهم لمنيا الإستوائية. والجزائر لعبت بملعب 5-5. حمادي هذا الجبري 20 سنة في ثالث مشاركة له، متوسط الميدان الهجومي لنادي تولوز. أمام طوبة يغطي الكرة هذه وتوغاي الكرة لعيدوني عيسى ثم التغطية دي عاشور إلياس. عاشور إلياس مجبري حنبال يلعب مع كشريدة توزيع مباريات، سجل 3 أهداف أرقام جعلته في المباراة الماضية. حذاري من هذا الخطأ وحذاري من هذه الكرة وحذاري من هذا الهدف. يعود فاليريان هو الذي أبعد الكرة أنه يضيع. رياض محرز يحاول استرجاع الكرة، متجبري حنبال تحول المنتخب الوطني لاستضافة بعض المباريات بعد حذاري من هاتي. حنبال متجبري يعود بالكرة إلى الخلف لقلب منتصر ومسجل الهدف الأول. تدخل لي حنبال متجبري ولا كرة عرضية، هذا التوبة بدأ الأفضلية لكشريدة على الجهة اليمنى. حنبال يعود إلى الخلف، حسام عوار بونجاح أكيد بأنه بعد التوزيع من حنبال من هذه الكرة التدخل الكرة الثانية يحتفظ بالكرة ويطلبها كشريدة. هذا حنبال المجبري لم تضع بعد حنبال يضيعها توب. لقاو لعب أكثر من 40 مباراة حنبال المجبري.